هو احنا فعلا نتفائل ونقول ان شاء الله الامور ستصل الى حلول ترضي الاطراف الثلاث، ولا اثيوبيا كالعاده ستسير بشكل احادي وتنفذ كل الامور وتضرب عرض الحائط حتى بكل هذه الامور التي جعلتنا او جعلتني انا شخصيا اتفائل؟ أشكركم أولا على الاستضافة والمشاهدين كذلك. بالنسبة لي يعني نحن نغلب جانب التفاؤل وليس التشاؤم، في خاصة مع كل هذه الجولات التي سبقت وتعبنا فيها، فأنا أتمنى أن نصل إن شاء الله إلى اتفاقية مرضية للجميع. وأما الجزئية الثانية التي تكلمت فيها، هل أثيوبيا ستستمر على نفس المنوال التي أنت أو مثلك يظنون فيها ويسيئون الظن بإثيوبيا، أن إثيوبيا أولا لم تخطو أي خطوة؟ أنا لا أسيء الظن بإثيوبيا، ولكن أنا أرصد واقع إثيوبيا هي اللي فرضته علينا بأن هي واخدة شكل أحادي. يعني أنا لا أسيء الظن، يعني أنا مثلا لم أسأل عن شيء فجاوبت بإساءة الظن، أنا أمامي معطيات العالم كله يتابعها والعالم يتحدث أن إثيوبيا تسير بخط أحادي، لو كان عندك رد على الجزئية دي تفضل، أنا أعطيك المجال يعني، تفضل. هذا الخط الأحادي الذي أنتم تقولون عنه فهو غير صحيح، بل إثيوبيا تمشي خطى اتفقت عليها الدول الثلاث حسب اتفاقية 2015 الذي أحال إليها المجلس الأمن أيضا، لأن يعني اتفاقيتها 2015 تعطي صلاحية لأثيوبيا بأن تشيد هذا البناء، ومن تشييد هذا البناء أن السد ما دام أنه ارتفع كلما ارتفع يحجز الماء وراءه. والذي حصل هو التخلف بالنسبة للاتفاق، وليس هناك نص يلزم إثيوبيا بأن تصل إلى اتفاق قبل البناء، يعني لا يوجد. فلذلك إثيوبيا لا تعتبر أحادية في هذه المسألة بالذات، وخاصة عندما تضيف عليه اتفاقية الخرطوم بين دول الثلاث المعنية بالفنية، الفنيين الذين هم يتكون منهم 15 شخص، يعني خمسة وخمسة من كل دولة، وبإضافة يعني خبراء دوليين يعني من جنوب أفريقيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، يعني اتفقوا على أن الملأ يكون في 7 سنين، وبحيث أنه لا يضر، واتفقوا على ذلك ووقعوا عليه، وهذا الذي أيضا اتفقت عليه مصر. ولذلك لم يطرأ هذه المسألة ولم تطرح في مجلس الأمن. في مجلس الأمن لم يقول إثيوبيا مثلا ملأت لوحدها وبالتالي نحن ندينها، ولم يطرحوا مسائل تتعلق أيضا يعني ضمنا ما يتعلق بأمن وسلامة السد لأنه آمن. ولذلك ذكر سامح شكري أنه مبني من فولاذ وحديد وكذا بحماس أنت كما سمعته، وهذا يعني أنه قوي إن شاء الله ولا ينهار. هذا طيب سأعود إليك أستاذ جمال. أستاذ مختار أكيد عند حياتك رد على هذا الكلام، أنا مش من حقي زي ما حياتك وصفتني كإعلامي أن أنا أرد، لكن حياتك أكيد عندك رد على هذا الكلام، تفضل يا أستاذ مختار. شوف حضرتك، أنا هقول لك على نقطتين ثلاثة. تفضل. النقطة الأولى أنه يعني إثيوبيا تستغل أسوأ استغلال الخطأ الدبلوماسي المصري الخطير الذي تم بتوقيع اتفاق 2015. تمام. دي أول نقطة يعني. تمام. النقطة الثانية إنه هذا الاتفاق حتى بيقولك إنه يعني أولا ده اتفاق حسن النوايا، فإذا كنا هنتبع هذا الاتفاق بروح الاتفاق في حسن النوايا، في تبادل معلومات، في إشراف مشترك، في روح معينة تؤدي إلى إن ما حدش يضر حد، وربما مصر حتى تضحي ببعض ما يعني يصل إليها من ماء قليل من أجل يعني الوفاء باحتياجات التنمية للشعب الإثيوبي. ولا دي نقطة من اثنين. تمام. طيب اللي احنا بنشوفه حاجة تختلف تماما عن مسألة حسن النيات. أولا
جوهر الموضوع بقى حتى بعد بناء على اتفاق 2015، جوهر الموضوع ان اثيوبيا لا تود اتفاقا ملزما يلزمها بمسار معين في المستقبل لتوزيع المياه واداره السد وكل المسائل المتعلقه بما فيها امان السد ذاته. اثيوبيا ترفض هذا. دي وبعدين تيجي بقى للاعلام الاثيوبي تجد حمله كراهيه شديده ضد المصريين، اتهام المصريين بانهم مستعمرين ومش عارف ايه، اتفاقية 1902 اتفاقية استعمارية، رغم ان في الوقت ده مصر اللي كانت مستعمرة لكن اثيوبيا كانت دولة مستقلة، وبالتالي عدد كبير من الاكاذيب. فهذه نقطة يعني الحقيقة تثير الكثير من الاسف من الجانب الاثيوبي. اخيرا النقطة الثالثة، انه واضح ان الاخ ابي احمد عنده مشاكل ضخمة داخل اثيوبيا، وان اثيوبيا دولة يعني واضح المشاكل اللي فيها والتفتت القبلي وإلى آخره، وأن جيشه يعني ما استحملش غلوة من شهر ولا بتاع قدام الميليشيا بتاعت التجراي، وبالتالي فهو يود أنه هو يصدر مشاكله الداخلية على حساب مصر وعلى حساب الشعب المصري. ولكن أتصور أن هذه وجهة نظر قصيرة النظر يعني، أو موضوع قصير النظر، وهو ما يتسم به معظم السياسيين يعني، هو مش فلتة في الحتة ديت. أيوة. إنها وجهة نظر قصيرة، ولكن العلاقات بين الشعبين ربما تتعرض لإساءات شديدة في المستقبل. طيب أستاذ جمال، إثيوبيا قالت إن بيان مجلس الأمن مش ملزم ليها، تعليق حضرتك. إثيوبيا يعني توضح يعني حقيقة هذا القرار أو هذا البيان، يعني هو فعلا غير ملزم كما أيضا يعني صرح به كثير من المحللين، ومن يعني لأنه ليس هناك أي بند إلزام فيه، يعني لأنه أولا من حيث التوقيت لم يلزم شيئا فيه، إنما قال معقول فقط، وقت معقول هذا ما تدعو به إثيوبيا. وكذلك لم يلزم إثيوبيا بالتدويل الذي طالب به جانب السودان ومصر، يعني أن يكون فيه يعني تكون فيه ثلاث دول ضمن الاتحاد الأفريقي ويرأس المجلس، فلذلك أحال الموضوع إلى الاتحاد الأفريقي كما طالبت به إثيوبيا. فكذلك ليس هناك ما ينص على أي شيء يعني تلزم به إثيوبيا في هذا المجال، لذلك هذا ما تعني به إثيوبيا.